كواليتي، مش لازم يبقى عندي ستاندر معايير. انا لو طبقت المعايير دي فايدتها ايه؟ انا لما اقول هطبق معايير الجوده او المستشفى دي بتطبق المعايير، يعني المستشفى فعلا دي بتأدي لي ان فعلا البيشنت عندي هاي كواليتي اوف كير، ان الاستاف اللي عندي او الامبولين الموجودين عندهم هاي ساتسفاكشن، عندهم هاي سكيلز، عندهم هاي بيرفورمانس، ان الهيلث كير كوست النفقات هقللها، مش هيبقى فعلا عندي مفيش اخطاء مفيش غلطات اللي ممكن تؤدي لي ان انا استهلك فلوس كتيره. ان كمان الناس اللي موجودين ان كان نيرس او دكتورز او حتى الاستودنت اللي بيتعلموا فيها هياخدوا اديوكيشن وكونسلتيشن ابديت مبني على ستاندر انترناشونال او ستاندر على حسب انا بطبق المعايير اللي موجوده ده. فده لما استخدم الستاندر دي واستخدم المعايير دي، دي هيأدي لي في الاخر ان انا فعلا هيبقى عندي ناس هيلث بروفيشنال، ناس محترفين، ناس عارفين يأدوا الشغل بهاي بيرفورمانس، وده هيأدي اوت كوم للبيشنت وعلى النيرس اللي بتشتغل وعلى الدكتور اللي بيشتغل. تمام كده يا شباب؟ طبعا هلاقي فيه تمام يا بيربس كتير دكتور. في الكتاب، انا يعني نذاكر من السلايد، البيربس كتيره في الكتاب فانا اختصرت البيربس اللي هي موجوده في السلايد ده اللي يهمني اللي انتوا تعرفوه. تمام كده؟ بعد كده هنبدا الكاركترستيك اوف اكريديتيشن، قال يعني عمليه الاعتماد دي او عمليه الجوده اللي احنا بنعملها دي ايه مواصفاتها، يعني ازاي اقول عليها فعلا ان ديت فعلا دي اعتماد او دي زياره الاعتماد فعلا موجوده جاي. اول حاجه قال لك البارتيسيبيشن از فولنتري اند سيلف ريجولاتوري، بمعنى ايه؟ معايا يا شباب فاهميني كده؟ حضرتك الصوت بيقطع عند حضرتك. طيب دلوقتي بنتكلم على الكاركترستيك اوف اكريتيشن او مواصفات يعني الاكريتيشن، الاكريتيشن ايه مواصفاته؟ الصوت بقى واضح كده؟ تمام يا دكتوره، الصوت بقى واضح. اول قال اي اول حاجه في الكاركترستيك بتاعتي قال البارتيسيبيشن از فولنتري اند سيلف ريجوليتوري، يعني ايه؟ يعني المشاركه هنا طوعيه وذاتيه، يعني مثلا الكليه التبريد بتاعتنا مقدمه اللي هي تبقى عايزه تاخد الجوده، محدش اجبرها اللي هي لا انت لو ما خدتش الجوده هيحصل فيه مشكله، لا احنا اللي عايزين نتطور بالطلبه اللي عندنا بالاستاف الدكاتره اللي عندنا اللي احنا فعلا نبقى احنا كليه الطب من الكليات اللي حاصله على الجوده. في كليات تانية مش حاصله على الجوده، هل دي عندها مشكله؟ هل مثلا هيتم مسالتها ليه انت ما تطلبتيش للجوده؟ لا، لان البارتيسيبيشن بيبقى فولنتري. طيب رقم تاني حاجه بيقول لي ان البرنسبال جول از انستتيوشنال ديفلوبمنت، يعني الهدف بتاعنا الرئيسي او المطلب الرئيسي بتاعنا بيبقى هو التطوير ديفلوبمنت، احنا زي كواليتي امبروفمنت الامبروف للكواليتي كلها، احنا عايزين نعمل تطوير، عمليه تطوير للناس اللي بتشتغل، عمليه تطوير الايكوبمنت اللي بنستخدمها، عمليه تطوير لاي حاجه بنستخدمها استراتيجي بروسيس، ده اللي بنستخدمه في الاكريتيشن. قال لي كمان لازم عندي ريتن بابليشد ستاندرد، بمعنى ايه؟ لما جت لنا مثلا وزاره الجوده الاعتماد لازم الاول بنوريها المعايير اللي بنشتغل عليها حاجات ريتن الاول، يعني مثلا احنا المعيار ده، طيب ده المواصفات بتاعته، دي الوثائق اللي هي فعلا احنا نفذناه، وبعدين تشوف على بعينها هل الحاجات دي موجوده ولا لا، بس لازم في الاساس يبقى عندي حاجه اسمها ريتن بابلشد ستاندرد، الحاجات دي مكتوبه عندي ومعلنه. من ضمن برضو الاكريديتيشن لازم يبقى عندي اكريديتيشن ريكواير انستتيوشنال كوميتمنت اند انجيجمنت، بمعنى ايه؟ زي مثلا المستشفى كلها بتشتغل في الجوده، يبقى التمريض يشتغل معايا في الجوده، الوركر يشتغلوا معايا في الجوده، الدكتور يشتغلوا معايا في الجوده، كل الاستاف يشتغلوا معايا في الجوده. ليه؟ لان ديت حاجه انستتيوشنال، حاجه اورجانيزيشنال على مستوى الاورجانيزيشن، ولازم في حاجه انجيجمنت. انجيجمنت يعني ايه يا شباب؟ زي ورك انجيجمنت كده، اللي كلنا مندمجين في العمل، كلنا بنشتغل في الجوده، كلنا في فرق، في معيار، ناس شغالين مثلا بمعيار عن انفكشن كنترول، ناس شغالين على معيار ثاني خاص بالبيشنت. في الكلية هنا في معيار خاص بالطلاب والخريجون، في معيار خاص بالإدارة المالية، في معيار خاص مثلا بالدراسات العليا، كل الاستاف بيشتغل كله عندهم حاجة واحدة، حاجة اسمها كوميتمنت. كوميتمنت يعني التزام، كلنا ملتزمين عايزين نحقق الهدف اللي احنا نحصل على الجودة. طيب كمان بتبقى هيئة الجودة دي من ضمن برضو الكاركترستيك بتاعت الاكريتيشن، يبقى في اوثورايزد بودي usually non-governmental organization that perform the accreditation process، بمعنى برضو ان اللي بيعمل الناس اللي جايين من الاعتماد ده بيبقى
في ناس منها مش مثلا شغالين في التعليم العالي اللي هم جايين لكليه، في ناس امبولييه موجودين مثلا من وزاره التعليم، بلس ناس مش شغالين في وزاره التعليم، عشان يبقى عندنا من نوعين، ناس اوثورايزد يعني ناس عندها السلطه، وناس نون جوفرنمنتال ما عندهاش السلطه، عشان بالظبط يبقى في زي ايه جاستس كده، يبقى في عداله فعلا في الحكم، ان فعلا المكان ده يستاهل يبقى فعلا خد الكواليتي ولا ما يستاهلهاش. كمان accreditation acknowledge an institutional responsibility to show that it is accomplish its mission. كمان لازم يقروا ان فعلا زي الكليه او الهوسبيتال زي ما احنا الزياره راح تعتمد فعلا المكان اللي موجودين فيه، هل فعلا هي فعلا تستحق الجوده ولا لا، بتبقى طريقه فير اللي انا بحقق المهمه بتاعتي، عايزه اقول فعلا اه حققت المعايير وبمنتهى الشفافيه كده، اه لا ده ما حققتش المعايير، فدي ما فيهاش اي بروبلم. خلاص كده يا شباب الكاركترستيك. تمام يا دكتور. طيب بعد كده هنتكلم على البنفيت اوف هيلث كير اورجانيزيشن، لو هنلاقيها في الكتاب هنلاقي اللي هو جايب لي، يعني احنا قلنا بيربس احنا بنعمل الهيلث الاكريديتيشن ليه، قلنا بنعمل امبروف للكواليتي اوف كير وعلى الستاف وعلى الستودنت، هنلاقي احنا في كتاب تاني عايدها لنا بطريقه يعني مور ديتيل قوي، وكاتب بقى بنفيت للهوسبيتال، بنفيت للميديكال والنيرسنج ستاف، بنفيت للهوسبيتال امبلويه، بنفيت للبيشنت، بنفيت للستودنت، بنفيت للاورجانيزيشن. طبعا هي طويله قوي في الكتاب، فاحنا برضو اختصرناها في السلايد اللي احنا نذاكرها هنا من الشرايح بتاعه الباوربين، لان انا خدت لكم نقطه من كل بنفيت عشان هي احنا يعتبر قلناها قبل كده في البيربس. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. اول حاجه لو كده بنفيت للهوسبيتال، احنا قلنا كده لو مستشفى بتقدم فعلا الاكريديتيشن ده حيفيدها في ايه؟ هل بس هي بتشتغل عشان تاخد الجوده لان مثلا فيها فلوس ولا فيها اي حاجه؟ لا، ده الجوده اول حاجه للهوسبيتال، ده بتعمل حاجه اسمها امبروف للفريم ورك فور انتجريتد اند فوكس مانجمنت ستراكشر، زي ما قلنا ده المستشفى برضو بتعمل لها عمليه تطوير للشكل بتاعها، للشكل الاداري بتاعها، للاستراكشر بتاعها، لا بتطورها مش جاست الاداء الدكتور او الموظفين، لا ده كمان الشكل الاداري، بيبقى خلاص كل واحد عارف مسؤولياته الاداريه، بيستخدموا السكيلز مثلا لو بيعملوا قرار معين ازاي يعرفوا يستخدموا الخطط، لا بيعمل لها بينفيت، بيعمل لها امبروفمنت. طب تمام ده للهوسبيتال ككل. طب للميديكال ستاف والنيرسينج، زي ما قلنا انا لما بطبق معايير الجوده ده هيخلي النيرسينج اللي عندي او الستاف اللي عندي بيبقى بروفيشنال اكاونتابيلتي. يعني ايه اكاونتابيلتي؟ يعني عارف الريسبونسابيلتي بتاعته، عارف المسؤوليه بتاعته، ومستعد ان هو يحاسب عليها. انا كنيرس عارفه ان المطلوب مني مثلا بيشنت كير، وانا عارفه ازاي احقق البيشنت كير، لو ما عملتش البيشنت كير دي بالستاندر اللي هي فعلا تحقق لي كواليتي، لا انا هحاسب عليها. قال لي بنفيت للهوسبيتال الامبوليه برضه، كل الناس اللي بيشتغلوا في الهوسبيتال ان كان مثلا وركر والناس الاداريين، قال لي هيعمل لي ميجر للامبوليه ساتسفاكشن، انا من خلال برضه بطبق معايير الجوده لازم في جزء بيبقى حاجه خاصه بالجهاز الاداري للهوسبيتال، من ضمن المعايير بيقيسوا الساتسفاكشن، هل فعلا الناس راضيين عن المكان وراضيين على الشغل بتاعهم ولا لا، فدي فعلا من فايده الاكريتيشن، وفعلا بيعرفوا هل فعلا الناس مبسوطين من المكان اللي بيشتغلوا فيه وبيطبقوا فيه الجوده ولا لا. برضو نقطه تانية خاصه بالبنفيت للبيشنت، طيب انا البيشنت المرضى اللي عندي لما بيدخلوا مستشفى والمستشفى دي حاصله على الجوده، ده بيبقى يعني بيمتازوا بايه المرضى دولت؟ اول حاجه بيبقى طب ما تسمعوني يعني حد يقول لي كده يرد عليا كده نعمل ديسكشن، طب البينفيت كده البيشنت داخل مستشفى وبتحقق الجوده هيستفاد ايه؟ يبقى إمكانية تحدوث أخطاء طبية أقل، تمام هياخد تريتمنت عشان يتعالج، تمام الخدمة بتاعته تتقدم له من أول مرة صح وبشكل مناسب. تمام زي ما قلتوا كده زمايلكم قالوا صح فعلا، البيشنت بقى حقوقه هتبقى ريسبكتد وبروتكتد، هيبقى هاي ساتسفاكشن، مبسوط قوي ان هو في الهوسبيتال، هيبقى حاجه اسمها اللينث اوف ستاي يعني طول اقامته في المستشفى هيقل، هيتعالج على طول، هيبقى راضي عن التمريض اللي موجود، عن الدكتور اللي موجود، هيبقى المستشفى ديت الناس بتدخلها كتير قوي لان فعلا المستشفى قالت لك بتحقق اعلى معايير الجوده. طب بالنسبه للستودنت لما طلبه مثلا زيكم طلبه التمريض او طلبه المعاهد بيروح يتعلموا في مستشفى حاصله على الجوده، قال لي هيبقى عندهم بيتر
education فعلا هيبقى تعلمه، يبقى فعلا في جروب خاص بتعلمهم موجود في الهوسبيتال، في كوميونيكيشن معاهم كويس، بدل مثلا ما بيشتكوا مثلا يقولوا لا ده التمريض اللي موجود في الهوسبيتال ما بيساعدناش، بياخد البيشنت فايل مننا، لا ده بيعمل معانا مشاكل، لا ده هيساعدهم ان هم يتعلموا، هيساعدهم يعرفوا ايه البروبلم الموجوده في الهوسبيتال. طيب بنفيت الاورجانيزيشن ككل، قال لي ايدز بيساعد الانستتيوشن ان ديفلوبينج اند سستيننج افكتيف ايدوكيشنال بروجرام، برضه زي ما مثلا المستشفى تقول انا هعمل بروتوكول مع الكليه، ازاي نعلم الاستاف اللي موجود عندنا، ازاي ننمي التمريض اللي موجود على مهارات. طب والله احنا عايزين دكاتره مثلا باطنه وجراحه يجوا يعملوا دورات تدريبيه للناس اللي موجوده عندنا مثلا عن الانفكشن كنترول، يبقى ده فعلا عملت امبروفمنت وديفلوبمنت للاستاف اللي موجود والايدوكيشن بروجرام اللي موجود. ده اللي عايزاكم تعرفوه من البنفيت اللي موجوده للهيلث كير اورجانيزيشن، حلاها كبيره قوي في كتاب، احنا مختصرينها في الاثنين سلايد دول. تمام يا شباب كده؟ تمام يا دكتور. بعد كده قال لي تايبس اوف هيلث كير اكريتيشن ديسيشن. يعني ايه تايب اوف هيلث كير اكريتيشن؟ زياره لجنه الاعتماد جت مثلا المستشفى وعملوا الزياره وبيتاكدوا من المعايير وبيتاكدوا الدنيا تمام، فقال لك في مجموعه قرارات بيطلعها اللجنه. يعني اقول لك مثلا ايه، هو قال لي عندنا 5 قرارات اللجنه بتدي قرارها، يعني مثلا بعد ما شافت الهوسبيتال واتكلمت مع الاستاف الموجود وكلمت مع التمريض وكلمت مع المستشفى وكلمت مع المرضى، قالت خلاص اجتمعوا مع بعضهم الهيئه اللي كانت جايه، والله احنا هنصدر القرار دلوقتي. طب ايه هي القرارات؟ قال لي انا عندي 5 قرارات. اول حاجه عندي ايه؟ قال لي اول حاجه اكريديتيشن ويز كومنديشن، اكريديتيشن ويز كومنديشن، ناخد بالنا من الحاجات دي كويس، لان ممكن تيجي في الام سي كيو كل واحد مثلا، انا بس جاست اللي جايبه لكم تعريف ليه بسيط، يعني في ممكن نلاقي شرح كتير ليه في كتاب، انا جاست جايبه لكم تعريف بسيط سامري ليه، افهم يعني ايه اكريديتيشن ويز كومنديشن. معناها ايه؟ اللي انا اعتمدت مع الثناء، يعني كمان مع الشكر، يعني الناس دولت بروفيشنال بطريقه ان فعلا محققين الجوده وما فوق الجوده، كمان محققين المعايير باكتر ما هي مطلوبه. يبقى الاكريتيشن ويز كومنديشن this is the highest accreditation decision awarded to organization that has demonstrated ideal performance. والله المستشفى دي ده هي مستشفى محققة فعلا الكواليتي وهاي اكريديت لانها demonstrated ideal performance، محققة فعلا اداء عالي، عشان كده خدت فعلا الاعتماد الجودة مع الشكر او with commendation. ده اول طيب معانا، اول طيب واحسن طيب واعلى طيب هو الاكريديتيشن ويز كوميديشن. تمام يا شباب في اول طيب؟ تمام يا دكتور. تمام. تاني طيب معانا قال لي اكريديتيشن اكريديت او اكريديتيشن يعني خد الاعتماد. تمام هنا ايه؟ طب ايه يعني ايه الفرق بين التاني وده؟ قال لي this decision indicates that an organization is an overall compliance with applicable standard. المكان ده تمام وحقق المعايير المطلوبه، بس مش زايد بطريقه اللي انا اقول ايه ان هايست، لا هو حقق المعيار كما هو مطلوب، فتمام هو خد الجوده. فهمنا الفرق بين اول واحد وثاني واحد؟ تمام يا دكتور. تمام. طب هو ما فيش غير محمد رضا اللي ما فيش حد غيره غيره بيتكلم يا شباب، وبعدين احنا 165، انا الدفعه كبيره يعني، ولا نقول ناخد غياب مثلا في المحاضره؟ ناخد نكتر غياب عشان كل واحد. دلوقتي وصلنا فهمنا اول تعريفين من اول قرارين من الاكريديتيشن. تمام يا دكتور. نيجي بقى لطيب تالت. طيب حد هيسأل حاجة؟ كله فاهم معايا كده يا شباب؟ طب أكمل؟ اتفضل يا دكتور كمل. طيب تالت طيب معانا بقى، احنا خدنا اول حاجه الاكريتيشن والكومنديشن، والتاني طيب الاكريدت. تالت طيب قال لي
conditional accreditation. قال لي conditional ايه؟ accreditation. من اسمها كده يا شباب conditional يعني لازم يبقى فيه condition معينة او شرط معين عشان اديله الاعتماد. This decision indicate that multiple susceptible substantial standard compliance deficiency exist in an organization. بين قوسين كده لازم يعمل correct of deficiency او correct للرونج اللي موجود عندي. تاني الاعتماد التاني قال لي conditional accreditation يعني بالشرط، انا هديك الجودة بس لما تعمل لي شرط. ايه هو الشرط؟ قال لي اللي انت تعمل correct للديفشنسي الموجود. اللجنة وهي بتعمل الزيارة لا لقت في حاجة في الخاصة مثلا بمعيار خاص مثلا بالتمريض، لا في هنا مشكلة عندي، فقررها كده وهي بتدي القرار لإدارة الهوسبيتال. لو انت حلت له المشكله بتاعت مثلا النيرسز ديت وعملت له المعيار دوت عشان في كومنت تمام، يبقى كده خلاص انتوا اكريديت. لو ما حققتوش خلاص. ده التايبس الثالث اللي هو اسمه كونديشنال اكريديتيشن. يبقى كونديشنال اكريديتيشن ذس ديسيجن انتيكيت مالتيبل ستاندرد كومبلكس ديفيشنسي اكزيست في الاورجانيزيشن. لازم اعمل كوريكت للديفيشنسي، عندي مشكله او عندي قصور في المعيار في المؤسسه لازم اصحح البروبلم اللي عندي او النواقص اللي موجوده عندي دي. تمام كده، ده الديسيشن الثالث اللي ممكن اللجنه تقوله لي في الجوده. طيب رابع حاجه بقى قال لي حاجه اسمها ايه؟ بروفيشنال اكريديتيشن. بروفيشنال اكريديتيشن قال لي ده حاجه اسمها زي اعتماد مؤقت كده. تمام، هيقول لي مثلا ايه المستشفى اعتمدت بس اعتماد مؤقت. يعني ايه اعتماد مؤقت؟ يعني تظل حالة اعتماد مؤقت مش حدها الاعتماد الكامل حتى المنظمة بتكمل لي الحاجات اللي موجودة فيه. Accreditation status remained until the organization complete this second full survey. ايه second full survey ده؟ الorganization بيبقى فيه زيارتين كده اللي هو في الاعتماد المؤقت ده. في اول زيارة مثلا بيروحوا تمام الدنيا كويسة، بس انا عندي في بعض حاجات هتاخد وقت، فقالوا له هندوكوا حاجة اسمها اعتماد مؤقت. اعتماد مؤقت ده بيبقى يعني maybe ياخد ممكن 6 شهور بين الزيارة الأولى والزيارة الثانية اللي أنا هروح لهم فيها وأتأكد إن الحاجات اللي إحنا طالبينها اتعملت. الفرق بينه وبين الكونديشنال إن الكونديشنال جاست هيظبطوا مشكلة معينة ونديهم الاعتماد النهائي على طول، لكن الاعتماد المؤقت أنا بديهم فرق فيه، بديهم تايم بين زيارة أولى وزيارة ثانية، وبعد كده لو حققوا فعلا المطلوب منهم بديهم الاعتماد النهائي. ده القرار الرابع في الاكريتيشن. تمام كده يا شباب، اخر قرار معانا في الاكريتيشن هو نوت اكريديت. نوت اكريديت من اسمها كده قال لي ايه؟ This is an accreditation decision that result when an organization has been denied because the hospital doesn't meet the standard. المستشفى ما اعتمدتش ليه او نوت اكريديت ليه؟ والله نوت ميت ذا ستاندرد. المفروض انا عندي 10 معايير، اللجنة المراجعه وهي بتراجع الهوسبيتال ما لقيتهمش مطبقين اي حاجه من المعايير، على طول قرار فيصل نهائي نوت اكريديت دازنت ميت ستاندرد. دي الخمس قرارات وعايزاكم تعرفوا بالظبط كل واحد عباره عن ايه. تمام كده يا شباب في الديسيشن او في تايبس اوف اكريديتيشن ديسيشن. يا دكتور. ايوه سامعاك يا حبيبتي. ممكن حضرتك تشرحي تاني الكونديشنال؟ تاني الكونديشنال قال لي ده نوع من الاكريتيشن ديسيشن indicate that multiple standard have deficiency. في بعض من الستاندر في deficiency فيها او في مشكلة فيها problem. correction of deficiency اتعمل انا هديها الاكريتيشن على طول. في بعض الحاجات النواقص بمعنى مثلا ايه؟ بعد وزارة الجودة والله ده احنا بنعمل مثلا من طبق استراتيجية دي معينة وكده، طب تمام فين الوثائق دي؟ طب احنا هنجهزها وهنبعتها. تمام انا محدد لك مثلا اسبوع تبعتها لي الاكريتيشن الوثائق، هتأكد ان احنا موجودين. تمام انا اتأكدت ان الحاجة دي موجودة، خلاص يبقى خلاص انت خدت الاعتماد بتاعك. اسمه اعتماد مشروط لحد مثلا ما تدي لي الوثيقة او تقدم لي الدليل ان المشكلة دي اتحلت. اللي كانت طالبه شرحها فهمتها ولا لسه؟ ايوه تمام شكرا. فهمتيها؟ ايوه تمام. في اي حاجه في الخمسه تايبس يا شباب عشان مهمين؟ لا يا دكتور. تمام.
بعد كده هنتكلم على حاجه اسمها duration of accreditation. طبعا احنا بنتكلم ان الاكزامبل اللي احنا جايبينه ده بنتكلم على هوسبيتال، يعني ممكن يبقى مختلف عن الزياره اللي جات لنا في الكليه، لان دي بتبقى حاجات خاصه بالاماكن العمليه شويه. فقال لي a program must apply and submit a self study before FIDER can begin evaluation. طبعا فايدر دي منظمه، احنا جايبين حاجات دي انترناشونال، فدي اللي بيتطبق انترناشونال لو هم بيعملوا دي نوع من المنظمات اللي هي بتعمل تقييم للجوده انترناشونال. فقال لي لازم البروجرام must apply and submit a self study before FIDER او الاف اي دي ار can begin evaluation. When the self study is received, FIDER immediately assign a visit team and schedule the visit. The time frame for the entire process can be short as 12 to 18 months. The maximum time for accreditation is 6 years. Then the program must be re-evaluated to make certain that it's continuing to meet FIDER standard. ايه الكلام الكتير ده؟ قال لي ببساطة كده مثلا international كده بيبقى مثلا الهوسبيتال دي عايزة تعمل accreditation، فوالله هتعمل حاجة اسمها سيلف ستادي او حاجه زي اسمها دراسه ذاتيه كده، وببعتها للمنظمه اللي هي فايدر دي، اللي انا والله هتقدم اللي انا انا هطبق الجوده او بطبق معايير الجوده، وده السيلف ستادي بتاعتي ودي الدراسه الذاتيه. بديهم اللي احنا ايه المعايير المستشفى بتعملها وايه الوثائق اللي احنا استخدمتها عشان تطبيق المعايير دي. تمام، المنظمه دي استلمت السيلف ستادي او التقرير اللي جاي لها من الهوسبيتال اللي هي عايزه تطبق تاخد الاعتماد. قال لي فخلاص المنظمه ديت قالت تمام، بياخدوا السيلف ستادي بيذاكروها وبيشوفوا هي ايه، وبيشوفوا مين الفريق اللي هيروح يعني فعلا يتاكد من الهوسبيتال ان فيها فعلا موجود المعايير اللي هم قالوها في السيلف ستادي ده. وقال لك ان المده اللي هي السيلف ستادي والناس تروح تشوف البروسيس ديت ممكن تاخد من سنه لسنه ونص. طيب لو المستشفى دي اعتمدت، قال لي مده الاعتماد دايما بتبقى 6 سنين، يعني دايما الاقصى اعتماد بيبقى 6 سنين، وبعد كده بنعمل تاني اعاده تقييم للبرنامج. في اي حاجه في النقطه دي اللي خاصه بالديوريشن؟ لا تمام يا دكتور تمام. طيب بعد كده الاكريتيشن بودي، طبعا برضو عشان ما تلاقوا مصطلحات غريبه قوي يعني الحاجات دي ما سمعتوش عليها قبل كده، بنقول برضو ان الحاجات دي بتطبق انترناشونال تمام، وبتطبق على مكان هوسبيتال. لكن مثلا لو انتوا جيتوا ساعه لو حد كان موجود في لجنه الاعتماد الخاصه بالكواليتي الجوده بتاعتنا، طبعا احنا كنا معتمدين من 2014 وجددنا الاعتماد تاني يعني في 2022 الحمد لله، هتلاقي مثلا الناس اللي جايين لا ده ناس مثلا من في ناس من كليه التمريض، في ناس نوت مش موجودين في وزاره التعليم، مش جاست مش زي التقسيمه اللي احنا قلناها دلوقتي، لان اللي احنا بنقوله دلوقتي خاص بالنيرسينج او خاص بالهوسبيتال او الهيلث كير اورجانيزيشن. قال لي النيرسينج يعني هناك بتبقى حاجات خاصه بالنيرسينج بالذات. قال لي النيرسينج اور شيف كريدت بادي اوفر ذا يير هاز بين ذا ناشونال ليج فور نيرسينج. طبعا ما يهمنيش ان انتوا تعرفوا يعني تحفظوا مين الليج اوف نيرسينج والان ال ان والفايدر، انا يهمني بس دي معلومه تعرفوها ايه اللي بيحصل في النيرسينج بره. تمام، فقال لي في النيرسينج الناشونال ليج فور نيرسينج ان اي ان ال ان فايدر ذا فاونديشن فور انتيرير ديزاين اديوكيشن ريسيرش از سبيشال اكريديت ايجنسي ات كوليدج اند يونيفرسيتي. ده اللي موجود في اليونيفرسيتي فين؟ في نورث امريكا، زي ما قلت لكم دي حاجه انترناشونال في امريكا الشماليه. تمام كده. طيب المهمه بتاعتها دي ايه؟ لان احنا جايبين الاكزامبل ده، احنا الاكزامبل ده خاص بالنيرسينج. قال لي provide foundation for excellence in interior design profession by setting standard for education and accredited academic program that meet those standards. دي حاجة خاصة بالنيرسينج، دي منظمة خاصة فعلا ان هي بتأكد ان الكليات والجامعات فعلا بتوفر المعايير والتصاميم اللي هي فعلا بتلبي معايير الجودة وبتتأكد فيها. المنظمات والحاجات دي موجودة فين؟ موجودة في النورث أمريكا أو أمريكا الشمالية. تمام النقطة دي يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب احنا لما اتكلمنا على الاكريتيشن طيب وقلنا بتاخد وقت ايه وكده، قلنا في حاجة اسمها سيلف ستادي. طب ما نيجي نعرف بالظبط يعني ايه
اكريتيشن بروسيس عشان عمليه الاعتماد تتم، او عشان انا اقول مثلا المستشفى مثلا الجامعه ديت ده حاصل على الجوده، ايه اللي بيحصل؟ قال لي الحاجات دي مهمه قوي، قال الاكريتيشن بروسيس كام ستيبس؟ 3 ستيبس، نخلي بالنا من الحاجات دي برضه. قال لي اس كونسيست اوف 3 ستيبس، طب ايه هما الستيبس؟ واول ستيبس هي السيلف ستادي ايفالويشن، ثاني ستيبس اكسترنال ايفالويشن، ثالث ستيبس ريكومنديشن. يبقى اول خطوه عشان الناس تاخد المستشفى تاخد الجوده لازم تعمل السيلف ستادي او الدراسه الذاتيه. طب تاني حاجه ايه اللي بيحصل؟ قال لي اكسترنال ايفالويشن، ناس من بره بقى الجروب او الناس اللي هيعملوا الزياره وفعلا يتاكدوا ان الحاجه دي موجوده ولا لا. طب تالت حاجه ايه؟ قال لي الريكومنديشن، هيدوا التوصيات. عارفين القرارات اللي احنا قلناها بتاعه الاكريديتيشن، اللي ده اكريديت ولا نوت اكريديت، ولا ده اكريديت وذ هايست، ولا لا ده خد الجوده مع الشكر، لا ده خد الجوده بس، ده لا ده الجوده المشروطه يعني لازم يحقق لي حاجه، دي الريكومنديشن دي التوصيات. طب نعرف خطوه خطوه، وقلنا الحته دي مهمه بتاعه الاكريديتيشن بروسيس. اول بروسيس معانا السيلف ستادي ايفالويشن. طبعا قال لي ان ميني كونتريز انكلودنج زي يو اس او يونايتد ستيت سيلف ستادي از ذا كور اوف اكريديتيشن. سيلف ستادي يبقى ايه الكور في الاكريديتيشن او محور الاكريديتيشن؟ هو السيلف ستادي. ليه؟ لان زي ما بقول الدراسه الذاتيه، انا كمؤسسه ببعت الدراسه الذاتيه اللي انا عاملاها بوديها للمؤسسه اللي هتمتحني، فده الاساس عشان هي هتيجي تقيمنا على اللي انا كاتبه. Institution do a comprehensive examination of all aspects of admission, program, services, the process involve student, faculty, staff, and the public, and all of whom contribute to the creation of report detailing their finding. بمعنى أنا بعمل السيلف ستادي مثلا ككلية أو هوسبيتال، بكتب كل حاجة عندي في المؤسسة في الهوسبيتال، التمريض بيشتغل إيه ومعاييره إيه، الدكاتره اللي موجودين، طب انا بعلم طلبه ولا ما بعلمهمش، طب الناس الاداريين بيشتغلوا ايه، كل حاجه، طب الهدف بتاع المستشفى ايه، طب الميشن بتاعها ايه، طب رؤيتها ايه، طب رسالتها ايه، طب هي بتشتغل ازاي، طب ايه اللي عملته، طب ايه اللي لسه هتعمله، طب ايه النقاط القوه والضعف، ده كله بيبقى موجود في السيلف ستادي. السيلف ستادي هي الكور اوف اكريتيشن، وهي اول ستيبس او اول خطوه عشان اخد الاعتماد. تمام كده يا شباب لحد كده؟ عشان الحتت دي مهمه. تمام يا شباب. تمام يا دكتور. بعد ما خلصنا اول ستيبس اللي هي السيلف ستادي، نيجي لتاني واحده برضه لازم يتحفظوا بالترتيب، هي الاكسترنال انسبكشن. اكسترنال انسبكشن قال لي افتر سيلف ستادي ايفالويشن، بعد سيلف ستادي ما عملناها اللي هي الدراسه الذاتيه وكتبناها وكتبنا كل حاجه فيها، قال لي يتم اجراء بقى ايه اللي هي الزياره بقى. Visit is normally conducted to assess the strengths and weakness of the institution. This consists of professional team that examine data and conduct interview to determine if the institution is in compliance with established accreditation criteria. The team may offer advice and then write its own report and recommendation. يعني من كلامنا كده مفروض يتفهموا، المؤسسة خدت اللي هي خاصة بالاعتماد، خدت التقرير اللي هو السيلف ستادي اللي الكلية أو الهوسبيتال عاملاه، تمام قريته، تمام شفنا إيه اللي فيه، إيه نقاط القوة اللي فيه، إيه نقاط الضعف، بيتكلم على إيه، تمام إحنا هنعمل زيارة بقى، زيارة الاعتماد. تمام كده؟ الزيارة مثلا مكونة من 6 أشخاص مثلا، عرفنا هنعمل ايه. الزياره هتيجي المستشفى يوم مثلا او يومين على حسب البوليسي بتاعتهم. هنيجي نعمل ايه؟ قال لي هنيجي نعمل فحص، عمليه بقى اكزامن بقى للداتا اللي موجوده، هنعمل انترفيو، بيعملوا مقابلات. فاكرين الجوده لما جت عندنا الكليه عملت مقابلات مع الاستاف، مع الدكاتره، مع الهيئه المعاونه، عملت ميتنج مع الامتياز، عملت ميتنج مع الطلبه معاكم، عملت ميتنج مع الجهاز الاداري. طب في الهوسبيتال عملت ميتنج مع التمريض، عملت ميتنج مع الدكاتره، عملت ميتنج مع الوركر. دي الزياره بتاعت الجوده. وطب انا بعمل الحاجات دي ليه؟ قال لي عشان فعلا اشوف الويكنس والسترينث اللي الناس كاتبينها في السيلف اوف ستادي، الدراسه الذاتيه، نقاط القوه والضعف موجوده فعلا؟ هل فعلا كاتبين ان في انفكشن كنترول فده متطبق ولا لا؟ هل فعلا مكتوب كل حاجه مظبوطه ولا لا؟
طب خلاص انا عملت الانترفيو ودققت وفحصت وكتبت كل حاجه، تمام، هجتمع انا الفريق بتاعي بقى وهندي لكم الريكومنديشن او هندي توصيات. تمام النقطه دي؟ تمام يا دكتور. تالت بقى ستيبس معانا قال لي هي اللي هي الريكومنديشن. وطبعا الريكومنديشن كده لو حد يقول لي كده ايه انواع الديسيشن اللي احنا قلناها، وريت حد جديد كده كله يقول لي اي، كل واحد يقول لي كده تايبس من الاكريديشن اللي احنا قلناه. في حد بيتكلم؟ انا مش سامعاه. الكونديشنال اكريديشن. اسمك ايه؟ مي مونجي. ماشي يا مي. مي قالت لنا ان في حاجه اسمها كونديشنال، في ايه تاني غير الكونديشنال غير مي؟ تمام يا مي. هو اللي هو البروفيشنال اكريديشن برضه. والبروفيشنال اكريديشن اللي قلنا بيبقى اعتماد مؤقت، ايه تاني برضه؟ تمام كده. اللي هو الاكريديشن والكومنتيشن اللي هو كان هايست او يعني اكتر الانواع او اكتر واحد في الاكريديشن اللي هو الشكر مع الجوده مع الشكر، ايه تاني؟ نوت اكريديشن بس. مش سامعاك. اكريديشن بس اللي هو حق الجوده وخلاص. اكريديت، تمام. خدت الجوده بس من غير اي حاجه، طبقت المعايير، تمام كده. فاضل لنا طيب اللي هو نوت اكريديت. نوت اكريديت، تمام كده. تحفظوا يا شباب. ايوه تمام يا دكتور. تمام، نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي الريكومنديشن او ثالث تايبس للستيبس. قال لي وين سيلف ستادي اند الاكسترنال ايفالويشن ار كومبليت، لما عملنا الدراسه الذاتيه واللجنه جات وعملت الميتنج وعملت الزياره، الفاينل ريكومنديشن ار ميد تو كوميشن اور جوفرنينج البادي. بوث ذا ايفالويشن ريبورت اند ذا فيزيت تيم ار يوزد تو ديترماين ويذر تو جرانت كونتينوي ريافيرم ويزدرو اكريديتيشن with all information their disposable and final recommendation is made by commission or governing body. بمعنى ايه؟ بعد ما عملنا السيلف ستادي والاكسترنال ايفالويشن، الفريق بتاع التقييم وفريق الزياره بيشوف بقى هل هندي الاعتماد، هل هنسحبه، هل هندي فيه شرط زي ما قلنا مع كل، هل هندي توصيه ونروح مقدمين بقى توصيه نهائيه بقى للجروب، تمام والله ده الكليه خلاص خدت الجوده، ده لا المستشفى في حاجه لازم تظبطها لنا، لا ده نوت اكريديت في مشكله ومش هتاخد الجوده، لا ده لازم الحاجات دي تتصلح وبعدين هنيجي نعمل زياره تانية اللي هي بعد 6 شهور مثلا. دي كلها قرارات بتحصل امتى؟ مع اللي هي الستيبس اللي خاص بالريكومنديشن اللي هي اخر ستيبس للاكريديتيشن بروسيس. في اي حاجه في الستيبس دي يا شباب؟ لا تمام يا دكتور. تمام تمام يا دكتور. يا دكتور لو سمحت قولي يا حبيبتي. إيه ممكن التايبس تاني بس التوضيح اكتر يعني بامثله او كده؟ التايبس تاني، التايبس بتاعت الاكريديتيشن قلت عندي 5 تايبس، تمام. اول تايبس معانا اسمه اكريديتيشن ويز كومنديشن، اللجنه جايه بتدي القرار بتاعها اللي خاص بس بالمستشفى، فهي بتراجع المعايير وعملت الانترفيو المقابله قالت لا تمام ده المستشفى دي بتقدم الكواليتي بطريقه بروفيشنال بطريقه هاي بيرفورمنس، فاديها الاعتماد مع الشكر. تمام تمام. طيب اللجنه قالت بتطبق المعايير، بتطبقها زي ما هو موجود، تمام. مثلا ايه هي المفروض مثلا الدرجه من 10 والنجاح مثلا من 8، ده هي جابت 8 من 10 يبقى نجحت، تمام. ما جابتش مثلا 10 من 10 بالظبط مثلا زي اللي هاي مع الشكر، لا ده هي نجحت جابت المعدل اللي هو ينجحها فتمام، هي خلاص بقت معتمد. ده التايبس الثاني اللي هو اكريديتيشن. طيب التايبس الثالث قال الكونديشنال اكريديتيشن، بمعنى اللجنه وهي بتعمل قالت لا هدوك اسمه اعتماد اعتماد مشروط. يعني ايه اعتماد مشروط؟ وانا براجع كده المعايير في نقطه
لا النقطه ديت لازم لو ما جبتليش الدليل او الوثيقه اللي انتوا بتنفذوها انا هسحب الاعتماد، فالاعتماد ده مشروط لحد ما تقولوا لي الوثيقه وتديها لي. تمام كده هقول لكم خلاص يبقى انت خدت الاعتماد. طيب النوع الطيب سي ايه الرابع؟ قال لي حاجه اسمها بروفيشنال اكريتيشن، ده اسمه اعتماد مؤقت. يعني ايه اعتماد مؤقت؟ يعني تمام هو المعايير احنا شفناها. طب انا والله لا هعمل لكم كمان زياره، انتوا دلوقتي في مرحله الاعتماد المؤقت، بمعنى اللي انا هاجي كمان 6 شهور لو لقيت زياره تانية، لو لقيت في بعض الحاجات مش موجوده او ما اتطبقتش زي ما انا عايزها انا هسحب الاعتماد اللي انتوا خدتوه. ده التايبس الرابع. طيب التايبس الخامس، اللجنه وهي بتعمل انترفيو وبتراجع المعايير وبتعمل مقابله مع التمريض، لا لقيت ان هم مش مطبقين اي حاجه اصلا من الجوده، ولا مطبقين حاجه تبع الدراسه الذاتيه اللي مقدمينها، ولا مطبقين المعايير، وقاسوا الساتسفاكشن بتاع البيشنت لقوا لو ليفل اوف ساتسفاكشن والبيشنت مش راضيين على الموجود، ولو ما فيش انفكشن اوف كنترول وما فيش كوميونيكيشن كويس، لا قالوا خلاص ده نوت اكريديت، الكليه المستشفى كده مش واخده الاعتماد بتاع الجوده وما يدهمش الاعتماد. ده الخمس تايبس اللي خاص بالاكريتيشن. تمام كده اللي كانت طالباهم؟ تمام يا دكتور، شكرا. طب تمام احنا كده بقى خلصنا محاضرة الاكريتيشن. تمام ايوه تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام. اللي مش فاهم بقى اي حاجة في الثلاث محاضرات اللي انا، احنا طبعا محاضراتنا 4 محاضرات. تمام يعني المفروض انا عندي محاضرة كمان رابعة اللي هي خاصة بالبيشنت سيفتي. تمام ايوه. ايه بقى اللي انتوا عايزين تسألوا عليه؟ يا دكتور لو سمحت، قولي إسراء ولا مين اللي بيتكلم؟ منار، قولي يا منار. المادة يعني عايزة أعرف مثلا الأسئلة فيها هتبقى عاملة إزاي أو كده، لأنها تقيلة شوية ومش عارفين يعني فيها قد كده. بصي يا حبيبتي احنا المحاضرات كده، يعني انا بالنسبه لي انا المفروض عندي 4 محاضرات، ف يعني تسهيلا ليكم ان شاء الله المحاضره الرابعه هنزلها لكم على المنصه، بس مش هجيب لكم فيها اسئله. تمام كده تقروها جاست كمعرفه. والامتحان بتاعي هيجي في ال3 محاضرات اللي انا شرحتهم معاكم، محاضره اللي هي اول محاضره ليكم كانت النيرسينج اوديت، والمحاضره الثانيه اللي خاصه بالبنش ماركينج، والمحاضرة الثالثة اللي خاصة بيه اللي احنا قلناها النهاردة الاكريتيشن. بالنسبة لي دول 3 محاضرات خاصة بيا، والمحاضرة الرابعة مراعاة ليكم فأنا هنزلها على المنصة، بس مش هجيب لكم فيها أسئلة الامتحان. بالنسبة للامتحانات هتبقى فيه جزء ام سي كيو، جزء كبير، وجزء هيبقى ليست حاجات بسيطة. فأنتوا لو قريتوا المحاضرات وقريناها مرة واتنين كده صدقوني هتعرفوا تحلوا الامتحان. نفهمها يعني محاضره النهارده لو قريتوها بعد احنا ما شرحناها هتثبت في دماغكم، يعني جاست لو انتوا جه منها الاسئله في الامتحان انتوا هتعرفوا تحلوها على طول، لان مش هنجيب الاسئله اللي هي لفه قوي، لان الحاجات صريحه. تايبس اوف اكريتيشن، النوع ده اسمه ايه والنوع ده اسمه ايه، طب الستيبس انا عندي كام ستيبس، طب اول ستيبس ايه، دي الاسئله. طب يا دكتور بالنسبة للكتاب، عادي نذاكر من السلايد بس وهيبقى كافي ولا لازم نجيب برضو من الكتاب؟ انا بالنسبه ل3 محاضرات بتاعتي من السلايد كافي لي. تمام يا دكتور. انا هجيب لكم من السلايد اللي انتوا ذاكرتوه. يا دكتور لو سمحتي، هو لو حد معاه المادة دي من السنة اللي فاتت الامتحان هيبقى نظامه عامل ازاي؟ زي النظام اللي احنا قلناه يا حبيبتي، يعني وبرضه هيجي من تشوفي السلايد يعني الاسئله، نفس الاسئله. مش تمام. اهم حاجه تذاكروا، انتوا مستصعبين الكونتنت، بس انتوا لو ذاكرتوها لو كلمه صعبه مش فاهمينها ندور على معناها. تواصلوا معايا لو مش فاهمين اي حاجه في المحاضرات بتاعتي هتفهموها، هتيجوا على يوم الامتحان. احنا قدامنا الامتحانات مثلا في 6، يعني قدامنا اكتر مثلا 3 اسابيع. لو انا بس قريت المحاضره 3 مرات كل محاضره وفهمتها وعملت لنفسي كده ملخص ليها، انا بقول لكم ان الاسئله ان شاء الله هتيجي من اللي انتوا ذاكرتوه، مش هنجيب اسئله من بره المنهج. يعني زي محاضره النهارده احنا قلنا كل الاسئله اللي ممكن تيجي فيها. تمام يا دكتور، شكرا. حد عايز يسالني برضو في اي حاجه في محاضراتي او في حاجه في الامتحان او حاجه على المنهج؟
إيه طب يا دكتور، ممكن لو في بنك أسئلة أو أي حاجة نعرف بس شكل الأسئلة أو كده؟ يعني انتوا امتحنتوا الترم الاولاني، فاسئله الام اس كيو عادي. يعني مثلا لو جالي مثلا سؤال كده تعريف، او جالي مثلا اول ستيبس السيلف ستادي دي عباره عن ايه، مثلا جاب لي جمله كده ان هي عباره عن اللي انا بعمل، مثلا بعمل دراسه مثلا للفيجن والميجن والناس اللي موجودين، وات از مين مثلا، او ويتش اوف ذا فولوينج مين ذات، ماذا مثلا يعني الكلام اللي انا بقوله ده، وقلت لك مثلا هو ده سيلف ستادي ولا ده دوكيومنتيشن ولا ده اكريديتيشن ولا ده مثلا ده كواليتي. والله اللي مذاكر هيختار على طول يقول لي لا ده دي السيلف ستادي، ايه ولا بي ولا سي ولا دي. فالاسئله سهله ما تقلقوش، مش محتاجه بنك اسئله. يا دكتور هو في ريتم كتير؟ لا مش كتير، مش كتير خالص، حاجه بسيطه. يعني كام سؤال يعني؟ وبرده الريتن، الريتن برده اللي مش في دماغكم برده، يعني بالنسبه لي الريتن حاجات لسه بسيطه. يعني اسئله مثلا ليست كده، قول لي والله اللي ايه الستيبس بتاعت اللي احنا مثلا مثال ليها الستيبس بتاعت الاكريتيشن مثلا، هتكتبهم لي. عايز تضيف كلمه تعريف لكل واحد مفيش مشكله. ايه قول لي مثلا ليست للتايبس اوف اكريتيشن ديسيشن. والله عندي نوت اكريت واكريدت دي ليست، مش هقول لك ديسكاس. تمام بالنسبه لاسئلتي مثلا، يعني انا بقول لكم لو بس يعني انا شرحت المحاضره تذاكروها مره واتنين خلاص سبتت في دماغ، تضمنوا اسئلتها حتى. طب يا دكتور بعد اذن، عندي سؤال في تمام محاضره النهارده، مش سامعاك. ممكن تعيدي تاني الفرق ما بين الطيب الثالث والطيب الرابع؟ الطيب التالت اسمه conditional الفرق accreditation. كونديشنال بيتميز اللي حاجه اسمها كوريكشن للديفيشنسي، اللي انا بصحح خطا، انا بديله الاعتماد بشرط يصحح الخطا. طب البروفيشنال اكريتيشن هو خد الاعتماد، اعتماد مؤقت بس. امتى هديله الاعتماد؟ ستيل لحد كومبليت السيس سكند فول سيرفي. انا عندي اتنين زياره بتاكد من الحاجات اللي موجوده في تاني زياره، لو الحاجات دي مش موجوده انا بشيل الاعتماد، فانا بديله الاعتماد اسمه اعتماد مؤقت، ده الثالث والرابع. لكن في الاعتماد الثالث الاعتماد المشروط جاست اللي هو قدم لي صحح لي الخطأ ده، خد الاعتماد على طول، ما بيعملوش زيارة أولى ولا زيارة تانية ولا حاجة. تمام يا شباب؟ تمام يا الكومنديشن يا دكتور اشرحها تاني. دي اشرح لك ايه؟ انهي نقطة اللي مش الريكومنديشن فاهماها؟ الايه؟ ريكومنديشن الريكومنديشن، الريكومنديشن بسيطة خالص، دي المرحلة يا حبيبتي اللي هي تالت خطوة. دي تالت خطوة للستيبس اوف ريكومنديشن الاكريتيشن بروسيس. في الريكومنديشن بتتعمل امتى؟ اهم حاجه تعرفيها الريكومنديشن دي بتحصل امتى؟ بعد السيلف ستادي والاكسترنال ايفالويشن، هي ثالث ستيبس. دي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها الديسيشن اللي انا بقول عليه فعلا، هل هو اكريديت ولا كونتينو هديله الاكريديتيشن، ولا هعمل حاجه اسمها ويز درو اكريديتيشن بسحب الاعتماد منه. واللجنه بتدي فاينل ريكومنديشن از ميد باي الكوميشن اور جفرنج بودي، يعني مين اللي بيعمل الريكومنديشن دي؟ الكوميشن، اللجنه او الناس المسؤولين اللي هم رايحين يعملوا الزياره.